فاهم أو في جندوبة لم تحترم في الحقيقة هذا التوجه. اعتداء بالعنف الشديد على مراسل الحوار التونسي في معتمدية بوسالم من طرف جهاز الشرطة السياسية بالجهة أثناء تغطيته لحادث احتراق سوق في المدينة. لزملاء الأساتذة، للمدربين، لزملاء الأساتذة. التلويح بالإضراب القطاعي العام في التعليم الثانوي تضامنا مع الأساتذة المطرودين وصحة المضربين تتدهور. وهذا كله بعيد عن الحقيقة، هو مجرد مش تخلي فيه حوز في تونس أنت وخايف عليه يمشي لفرنسا. حملة استنكار لسجن الصحفي سليم بوخذير ولجنة المساندة تعتبر العملية كيدية وتشفيا من الصحفي جراء كتاباته الجريئة. أكدت منظمة حرية وإنصاف في بيان لها تعرض المولدي زويبي عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ومراسل قناة الحوار التونسي بجهة بوسالم إلى اعتداء فظيع من قبل رئيس ما يعرف بفرقة الإرشاد السياسي ببوسالم عندما كان بصدد تغطية حدث احتراق سوق اللباس المستعمل بالجهة والذي جد يوم الأربعاء 5 من ديسمبر 2007 على الساعة 11:30 صباحا. هذا وأقدم كل من رئيس فرقة الإرشاد عمار العبيدي ومساعديه لطفي الكوكي وشعبان عزيزي والطاهر العرفاوي إلى الاعتداء بالعنف الشديد على المولدي زوابي مما تسبب له في كسر الضلع الثامن للقفص الصدري حسب ما أكده التقرير الطبي الذي منح المتضرر راحة لمدة 20 يوما. أخواني المواطنين، السلام عليكم. يوم الثلاثاء الماضي أي يوم 5 ديسمبر قامت مجموعة من أعوان الشرطة السياسية برئاسة عمار العبيدي رئيس فرقة الإرشاد بمدينة بوسالم بولاية جندوبة، قامت هذه المجموعة بتسجيل صفحة مضيئة أخرى في تاريخ عهد التغيير. فهذه المجموعة تسلحت يومها بكل ما عندها من شجاعة واستبسلت غير مبالية بحياتها وانقفت على مواطن أحسن هو المواطن المولدي السوابي، وانقفت عليه وضربوه أرضا وأشبعوه ضربا وركلا إلى أن كسروا أضلاعه بشهادة طبيب المستشفى بمدينة بوسالم. ولكن الله نصرهم عليه فتوصلوا إلى افتكاك سلاح الإبادة الجماعية الذي كان يمتلكه وهو مجرد آلة تصوير، فافتكوها منه ورجعوا إلى قواعدهم سالمين. وأنا متأكد بأن هؤلاء الأبطال سوف يوسمون بوسام 7 من نوفمبر قبل نهاية العشرينية الثانية من التغيير. وأود أن أذكر المواطنين بأن هذه البطولة هي 11 من نوعها خلال سنة، وأن عدد آلات التصوير التي افتكتها مجموعات مماثلة في مناطق مختلفة من تراب الوطن بلغ إلى حد اليوم 8. ولكن هذا لن يثنينا في عزمنا الراسخ على المساهمة الفعالة في تحرير الإعلام في بلادنا. فهذه بلادنا ولا أحد يستطيع أن يحسن أوضاعها أو أن يغير فيها شيئا سوى أهلها. أصدرت لجنة الدفاع عن الصحفي سليم بوخذير بيانا أدانت فيه الحكم الصادر عن محكمة الناحية بساقية الزيت بصفاقس يوم 4 من ديسمبر 2007 والقاضي بسجن الصحفي بوخذير سنة سجنا نافذة. واعتبرت اللجنة أن الحكم قاس ويدخل في باب الأحكام الكيدية والتشفي في الزميل بوخذير جراء مقالته التي تعرض فيها لقضايا الفساد في تونس. وأبرزت اللجنة في بيانها أن الحكم سياسيا مغلفا بغلاف أخلاقي. هذا وأدانت اللجنة في بيانها
بيانها ما عبرت عنه بالأسلوب الذي تنتهجه السلطة مع الصحفيين الذين يخترقون الخطوط الحمراء. وكانت محكمة الناحية بساقية الزيت بصفاقس قد أدانت في حكمها الصادر يوم الاثنين الرابع من ديسمبر 2007 الصحفي سليم بوخذير بعد أن وجهت له تهم هضم جانب موظف عمومي والاعتداء على الأخلاق الحميدة وعدم الاستظهار ببطاقة الهوية. وفي ذات السياق نقلت صحيفة الحياة عن محامي الصحفي أن المحكمة قضت بالعقاب الأقصى في التهم المنسوبة إليه وعزى عملية اعتقاله إلى مقالاته النقدية الشديدة على الإنترنت. دخل إضراب أساتذة التعليم الثانوي المضربين عن الطعام منذ يوم 20 نوفمبر 2007 أسبوعه الثالث على التوالي، حيث شهدت الحالة الصحية للمضربين تدهورا تمثل في ظهور حالة من الهزال والإعياء الشديد. وتأتي هذه التطورات وسط ترويح النقابة العامة للتعليم الثانوي بشن إضراب قطاعي شامل في الأيام القادمة إذا لم تعد الوزارة المطرودين إلى مواقع عملهم. ومن جانبها لوحت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس بشن إضراب جهوي يوم 13 ديسمبر 2007 تضامنا مع الأساتذة المضربين عن الطعام. ستكون لنا حركات نضالية نوعية لم يفعلها أحد من قبل، وهذا ما ستبينه الأيام القادمة. الاتحاد التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2007 مسيرة بمناسبة تخليد ذكرى اغتيال فرحات حشاش، شارك فيها عدد هام من النقابيين تقدمهم الأمين العام الحالي للاتحاد عبد السلام جراد. وقد انطلقت المسيرة من ساحة محمد علي بالعاصمة إلى ضريح فرحات حشاد مرورا بشارع باب بنات وسط المدينة. وقد رفع النقابيون شعارات تطالب بإعادة الأساتذة المطرودين إلى العمل وتستنكر ارتفاع الأسعار وتطالب بالحريات العامة معلنة رفضها للرئاسة مدى الحياة. أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بلاغا وجهته إلى الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام استنكرت فيه منع الندوة الصحفية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة 7 ديسمبر 2007 لتقديم المنظمة النقابية الجديدة. وقد ندد البلاغ بما أسماه الإجراء التعسفي الذي حرمهم من ممارسة حقهم النقابي طبقا لقوانين البلاد. عبر عديد المواطنين في اتصالات هاتفية بقناة الحوار التونسية عن استنكارهم الشديد لما عبروا عنه بالتبرع الإجباري الذي فرضته عديد المؤسسات العمومية وخاصة منها التعليمية على التلاميذ، التبرع لصندوق التضامن 2626، حيث عمدت إدارات بعض المدارس إلى رفض استقبال التلاميذ الذين لم يحملوا معهم معلومة التبرع الإجباري والبالغ قيمته 1000 مليم بالنسبة لتلاميذ المدارس. عادت نشرة تونس نيوز الإلكترونية إلى الصدور بعد انقطاع دام أكثر من 5 أيام، وقد صدر أول عدد جديد من النشرية يوم الخميس 6 ديسمبر 2007. لحد الآن نقولهم مطالبة شيء، مطالبة حتى شيء، نحب كان جثة متاع راجلي تخرج اذكها، منيش طالبة حتى شيء.
لمساندة عائلة ضحايا مركب الوسلاتية للتضامن معهم يمكن الاتصال على البريد الإلكتروني أو الأرقام الهاتفية الظاهرة على الشاشة. بعد الشريط الذي تعرض لصعوبات وتحديات أهالي قرقنة والسد الجيد الذي لقاها، توصل كاميرا الحوار التونسي جولتها في ولاية صفاقس لنتعرض إلى ما تعانيه المناطق الداخلية بالولاية والتي لازالت تعيش في ظل مدينة صفاقس بعيدا عن النمو الاقتصادي والحضاري الذي تعرفه المدينة. جبنيانة وهي المدينة الثانية بعد صفاقس من حيث عدد السكان، هي أحدى هذه المناطق التي يعاني متسكنوها عديد الصعوبات والمشاكل اقتصاديا واجتماعيا في سبيل ضمان حياة كريمة في إحدى جهات بلد المعجزة الاقتصادية. وإلى جانب مشكلة البطالة وتفاقم الهجرة السرية والتي صارت مشاكل تشترك فيها تقريبا كل ولاية الجمهورية، فإن جهة جبنيانة وخاصة محيطها البلدي تعرف وضعية عقارية فريدة من نوعها، فغالبية أراضي الجهة هي أراضي سيادية على ملك الدولة مثلها مثل الأوقاف العامة، فأهالي جبنيانة يعتبرون ممن يملكون ملكا حوزيا لا حق لهم في تسجيل أملاكهم بصفة قانونية، وكل المطالب المقدمة للمحكمة العقارية ترفض بصفة آلية بحجة أن الأراضي سيادية ولم تسوى وضعيتها بعد، عكس جهات المحرس والشفار وجزيرة قرقنة. ويؤكد أهالي جبنيانة أن هذه الوضعية الضبابية لأملاكهم سبب في عدم المغامرة بالاستثمار بالجهة وعدم اهتمام المستثمرين بتركيز مشاريع تمتص نسبة من البطالة بجبنيانة، إلا أن المشكلة الأهم هي تركيز مصب للفضلات بالجهة متخم لطريقين معبدين وعلى بعد مئات الأمتار من الملعب البلدي والقاعة المغطاة، ويتوسط أراضي فلاحية وأشجار زيتون أحرقت العديد منها وتردت قيمة زيتها بسبب الغازات السامة الناتجة عن حرق الفضلات بالمصب. هذا المواطن الذي يطل منزله على هذه الكارثة البيئية خير شاهد على المخاطر الجمة التي تترصد السكان وأراضيهم بسبب مصب النفايات. بلدي جات قتلت لي هنا وخلصت عليه 57 دينار وبعثوا لي المطلب فهمت الولاية أي كي جيت لقيتها الزبلة كي بمعناها كيفاه على, على, على أساس باش معناتها الزبلة كرئيس بلدية بعتيني رخصة باش نبني على في مقابلاتي على أساس الزبلة هذه فهمت لا معناتها باش تنحى وما تصبح سوق دواب فهمت لا معنى حقه إذا كان هو على واقع معنى حقه التزمت فهمتني أنا من نجمت نقوله التزم لي كرئيس بلدية لكن هو لو كانوا على واقع ياخو عليا معناتها قرار التزم أخويا هذي لأجل المعين فهمتني ما نعرفش عليها تزيد شهرين تزيد عامين تزيد 10 سنين
كذا فهمتني. باهي تو شفت انا هنا فما يحرقوا في الزبله. ها يحرقوا في الزبله بيه. والريحه كيفاش كي يجيبها لكم؟ احكي لي شويه كيفاش. والله ايش باش نقول لك، والله العظيم معنا في ألف مرحله نقوم فهمت الله، معناتها نطلع على الدخان كما كنت تحكي، والنوذ نسكر معناتها البلسيانات ونسكر البلار، واجلس مش نعمل، وعندي نمشي ترى ما عنديش ونمشي فهمت الله. ومش بديت سنار معناتها، بساعات يجي كاميونات من صفاقس يجيبوا فك الفوازل نتاع المحروقات فهمت الله، نتاع فهمت نتاع الوقود هذيك، بقيت هكا الكيوشكات فهمت الله معناتها، فهمت، ويسبوا ويحرقوا فهمت الله معناتها النار حتى نسحب عليها ابار بترول محروقه فهمت الله. في اوقات الدخان فهمت الله معناتها يوصل حتى الاستاد. هذا مخطر الدخان حتى على الوليدات الصغار، هذا مخطر على الوليدات معناتها صغار بنتي صغار بناتي معنا ما عادوش حتى جاييني فهمت الله، معنا من الحاله هذه كما كنت تحكي. كانوا كارين المصب للمعمل نتاع اليوغرت نتاع ماني نوفا ب 8 ملايين في العام فهمت منه. انا 8 ملايين في العام، وخفت له فهمت الله معناتها لاي وبناتي ولادي فهمت الله معناتها، وجاي المعتمد فهمت الاول فهمت الله، وبارك الله فيه معنا فهمت الله معناتها، هذا كان نجم فهمت معنا بطلوا من هنا فهمت الله، تبقينا فم كوامن التو الى حد الان يجيو من صفاقس يسبوا هنا فهمت الله معناتها، ويعطيو النار على البلاصه، والبلديه نفسها تحرق في الزبده فهمت الله يوميا. هذا شفت انا شفت حتى فما معناها الدوايات محروقه، وهذا مش خطر معناها. هو الكيماوي ايش نعمل؟ ايش نعمل؟ لو كان عندي والناس قرر عندي دويره في البلاد معناتها فيها زود بيوت فيها بيت وفيها سال ونايم في سبعه من الناس فهمت لي، ما عادش استوعبني نايم وصغاري فهمت لي، رحلت لهنا في بالي بس يا اخي شو الزيتون اللي كانت ب 5000 فرنك هذيك طلعت بزوز ملايين تلوثت ومرضت هي ومرض انتاجها، ولو كان فيها تحليل من وزاره الفلاحه معناتها الزيت نتاعها ممكن هو اللي كسر البر الكل المنطقه هذه. نعم ما يقارب الاف زيتون، حتى ريت فما برشا كلاب سايبه ممكن تمثل خطر حتى في الليل تنجم ما عادش تخرج مثلا. نعم في حالات فهمت الله تواتي فهمت الله بال 40 وبال 50 كلب فهمت انا مام ياكلوا في البقر يجيبوا في البقر الميت وفي فهمت لي من البطورات ومن الشوارع ومن المزارع من المزارع ويحطوا فيها يسبوا فيها هنا انا فهمت. مصبط حديق حفادك الحافي يا مصبط حديق حفادك الحافي وا 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 يا مدق نمت الدوار تعمل ودوق صور عام القليل الحار نحشاو شوى العقار عام القليل الحار نحشاو شوى العقار اتفاق مع البلديه لو كان ما حاجتهاش وتعرفوا مثلا منطقه حساك نتاع مصب قول لي لا رد بالك يا اخي، اما وقت اللي تعطيني رخصه البلديه وتطلبني في بيانو وتعطيني رخصه وتتحمل مسؤوليتي ونبعث مثلا ويجيني وزاره التجهيز هنا تقيس مثلا نظن ما تنختش نظن بعلم البلديه، البلديه هي المسؤوله، اما كي يجيني رئيس البلديه يقول لي تحمل مسؤوليتك وما نعطيكش رخصه يعتبر بني فوضوي فهمت الله، ممكن بلدي عنده حق
المقتل عندي رخصة ومخلص عليها معلومة، فهمت؟ ما توليش زين وإذا ما توليش البلدية. تو هذه البلدية معناها ما قامتش بدورها كما يلزم، فماش ناس مستقلين ولا شخصيات من المعارضة ولا الأحزاب حاولوا يعاونوك ولا اتصلوا بيك ولا؟ لا لا لا، هذه مشكلة معارضة في الأرض هذه، فهمت؟ لا معناتها زمان تمد مدة 7 سنين هكا، فهمت؟ لا معناتها عملت عريضة، فهمت؟ لا معناتها فهمت وما ساندني حد ولا أزيد ولا أقل وبره، ما تبحث ما تبحث. وكأن شقاوة العيش على أطلال مصب للفضلات لا يكفي هذا المواطن التونسي المكتمل الحقوق والواجبات، ليضاف إليه عناء 13 سنة من العيش دون ماء صالح للشراب ولا كهرباء يضيء عليه ظلمة واقعه المرير. تلقاش أنت معناتها مصب على ذو طرقات، فهمت؟ لما أنت يستوى في الحركة أزي نمر واحد، فهمت؟ وما يقارب عن 50-60 من القطاع متاع النقل الريفي، وكيران فهمت الله يهزوا في السلام زي ما عندي. والله العظيم والله عمناول على ما النار تشعل في وسط الكياس، معنى الكار معناتها وسط الغديكاي معناتها عملت مصريات بالمترو ولا ودارو من غادي وما ب15 دينار. عليها عملت مطالب جيبوا الضوء، عملت مطالب انا ما عملت مطالب وعملت مطالب ايه انا ايه وديني دراسه بس ناس المليون شنو اللي باش نعمل فيه؟ فهمت؟ ايش باش نعمل؟ ما عنديش انا ناخذ فيه 280 الف فرنك معناتها جرايه معناتها كيما تعتقد، ايش باش نعمل؟ وين باش نمشي به؟ ايش باش نخلص به؟ ايش باش نعمل؟ والمرأة الكبيرة فهمت الله بصرت ونمون، فهمت؟ وهذا كان الكتب، فهمت؟ واني زادة بس ان حسك بس عيني ما عادش نربيها، فهمت؟ طيب معنى عندك 13 سنة بلا ضوء هنا، 13 سنة بلا ضوء هنا ولا ماء؟ ها ولا ماء هون سبوا في الماء غديك، فهمت الله؟ الميتر ميتر الماء ب3000 فرنك ب3 دينارات، الميتر الماء ب3 دينارات، ها يجي معناتها الاخر يقول لك جميع المرافق والناس في وقاعدين نسخروا ونهديوا في مليارات، فهمتي؟ في مليارات بعض الدول المنكوبه، واحنا هي معناتها الوضع نتاعنا منكوبين، احنا منكوبين ونصدقوا وتحكي هيك يصبح ما غير لك في الثنيه، فهمتي؟ لا فهمت حتى تبيع في حارة سلغ يقول لك هات البطين ده، فهمت؟ رغم أنها هي فهمت. طيب ما حاولتش تشوف مثلا تتصل بالصحافة ولا تكتب حاجات توصل مشكلتك ما بشي يجيو وانا يشوفوا لك حل؟ والله حد ما تمديه وانا كذبش عليك وانا خايف لا يتقلدوني في عقاب عمري هيك ياي في العمر هذايا عندي 70 عام، خاطر الصراحة ما يحبوهاش وما نلقيتش تكون ساندني، ما لقيتش تكون ساندني في وضعي وفي حياتي وفي ظروفي، فهمت؟ ومستكفي بنفسي اسمك نعمل لما خير ولا نزيد ندخل لحبس اسمك. هذا حقك عاد، حقك وحق الصغار هذا ما حقيش، ما عندي فما جهات فيها الحقوق ومناطق، فهمت؟ هنا ما فماش، هذه قريه القريه المضطهده من عهد الحمايه، فهمت؟ رئيس المده الاخرانيه خذ 3 سفراء معارضين يمثلوا معناتها تونس في ربوع الارض، ها فهمت؟ ها بقينا زي معناتها للشيخ والرئيس الصعبه، فهمت؟ لا معناتها هيك الناس هيك المستويات معناتها على قد يمكن تعتبر كجريمه معارض، جريمه معناتها جريمه في ارض كما تونس هيك جريمه، فهمت؟
الجناوية باب القوية يا بابا الجناوي في بلاد وما هنا وما هنا وما هنا يا بابا الجناوي عشق فرس بيسي يا بابا الجناوي بابك مشكا بابك مشكا تشبه العاصمة تفاقس الولاية ما فيهاش صحافة متاع السروق ما فيهاش ماشي حنا بعل فهمتي ما عندهاش صحافة ما عندهاش هذوما عندهم الصحف ما عندهم الصحافة فهمتي أما الصحافي اللي شاد وسط العاصمة وما يدورش القرى هذية وما يطلس على الحالات هذية يا ود ولدي اليوم ما نعرفش كيفاش كأنهم يعلموا بيك فهمت اللي نعرف اللي سال يومين النار معناتها للصحة ايش بس نعمل رايك باهي في الاخر ما عندكش تحب توجه نداء تطلب حاجة من السلطات باش تعاونك ما عندكش حاجة رسالة تحب توجهها نطلب علاش تواني حد فيك انسان مطالب اني نطلب معناتها اني نطلب يعني نستغاث فهمت اللي للسلطات المعنية بالامر للناس معناتها الرجال الإطارات الحزب الموجود الحالي فهمت اللي معناته أني نطلب فيه معنى ما يجيوش يعاينوا فهمت اللي معناتها فهمت اللي ولا تمشي المعتمد تلقى عنده 40 حاجز يقول لك في المعتمد في الولاية المعتمد عنده اجتماع المعتمد فهمت اللي معناته والشيخ يحكم والشاوش يحكم فهمت اللي معناتها كما فما شيء فهمت اللي. على هذه الكلمات اليائسة تركنا هذا الرجل وعائلته في وضع يصعب تصديقه في بلد المعجزة الاقتصادية لا ماء ولا كهرباء خبزه اليومي استنشاق السموم المنبعثة من مصب تتجمع فيه فضلات المستشفيات والمذابح منذ 13 سنة دون أن يحرك أحد ساكنا ولو أغمضنا أعيننا مثلما تفعل البلدية على مشكلة التلوث فإن توجهنا إلى المنطقة الأثرية ببطريا خلف لدينا استياء عميقا من الحالة التي وجدنا عليها المدينة الأثرية أو الخراب بعدما طمست معالمها ونالها الترك والنسيان وتعرف هذه المدينة تاريخيا باسم أكولا أسسها الفينيقيون منذ القرن الثامن قبل الميلاد وكانت من المدن السبعة الحرة التي اعترفت لها روما بوضع خاص سنة 146 قبل الميلاد عند سقوط قرطاج هذا تقسيمكم
إلا أن السقوط الذي وجدناها عليه والإهمال وتحويل وجهة أثارها إلى متاحف أخرى على غرار متحف باردو جعلنا نتساءل عن الحكمة من عدم تهيئة المكان وربطه بطريق معبدة وتهيئة مينائه المدفون في البحر. ومما يدعو للتعجب هو بقاء الموقع على هامش الخارطة السياحية وتحويل فسيفسائه إلى متاحف أخرى عوض تركيز متحف بالمكان والتعريف بالمدينة التي يؤكد أهليها أنها قبلة للصوص الآثار والمنقبين عن الكنوز المدفونة منذ الحقبة الرومانية. استغاثة ونقوز خطر ندقه لحماية المواطنين أولا من أخطار التلوث والسموم المنبعثة من المصب وإعادة النظر ثانيا في طريقة التعامل مع مدينة أثرية في حجم أكولا. أكد العديد من علماء الأثار أنها لم تبح بعد بكامل أسرارها. قعدت صغار ايتاما قتلوه ناس في الساد من جيشكم الرواما فهو كان المشكور في كل ميعاد الله والله يرحم عظاما ابكي ونوح على خاطره نمشي بعيد نسوح على دم تونستي صباح ملوح جدا فلتو في خيار العباسية يا عين نوحي بالدموع الخية يا عين نوحي بالدموع الخية يا عين نوحي بالدموع الخية على سيم يا فرحة الحسية يا عين نوحي يجعلوه معذب صدر قتلوه ناس في
زاد وخلى وبنيته تزاد فالروح بسهرة قالوه خرج نص النهار من دارة من بعد ما ودع جميع صغارة جلال أخبر عليه يا عشية يا عين نوح يبدل قتلوه ناس فساد من جيشكم الرمامة فوكان مشكور في كل ميعاد الله يرحم عظاما فالحرى حصارة قالوه خمس نصف النهار من دارة من بعد ما ودع جميع السارة قتلوه طفران ناس نصرانية مطفر مولانا رار قد نوح الشاب القدرة ما فيها شعنا ذهب مقدر مولانا كما قدر جاء حكم جديد فضلوا فرحات تونس فعدد بالتنكيد سلعة قيمات برب العزمات شهيد في الرديونات كلم خبر كل بعيد ضجه وعياط لا تسمع كان التغريد حزنوا البيات المرسى والقصر السعيد تفوذوهات نهبت شعلتنا روقيت قوم بزات يحبوا الأمة تعيش عبيد والأمة حيات يحبوا القلب نعيش سياد صفوا الأولاد ما نحبوش الاستبداد حتى مقدر مولانا Thank you.
مظلوم فيهش تبديل فرحة تخدم فينها في الكياس كتير من غد في الدم هابط منه السين يشيل حزب التلطم حد ظلام بلاش دليل ترياق وسمر مر شربناه بلا كيل عالصيد الضم عاطي راس وراس عناد سيد الاسياد سيد على جمع الميعاد هكم قدر مولانا هاد ومقدر مولانا هاد موضوع الشاك قدر ما فيها شان يحكم قدر برمتنا هرجم عافي نصف نهار صيبة سادتا عظمى مانيها تحتار كراهب لحقاتا خافي الغدر وهن كفار لولا ضربتا خلت له دم وقدار ثانيا اللي جاتا يحسبها تقبل العذار وقفتها الزادة ظهرت من قوم الفجار عم دون جمادة لا بحده من يبدي الدار رعبوا لاتات علينا قيد الاستعمار بالصحر رماتة راسه قسمه ولشتار التربة ناتات وفاء جنو العمر قصار جات الفرقاتة اتخشد بمقل بحار أم وليداتة باتت طول الليل نكار سيد الأسياد عليه تونس لبست لحد هذا تنقدر مولانا تنقدر مولانا راد خلو حشاد قدر ما فيها شعنيده تنقدر مولانا راد تنقدر مولانا راد خلو حشاد قدر ما فيها شعنيده تنقدر تواصل قناة الحوار التونسي جولتها في ربوع تونس الخضراء لنسلط الضوء على الجهات التي تناستها سهوا وسائل الإعلام الرسمية ولننقل بكل مصداقية رفاهة عيش وسعادة متساكني هذه الجهات ورضاهم التام على أداء السلطات في الاستجابة لطلباتهم وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم. كاميرا الحوار التونسي تقودكم إلى عمق الشمال الغربي لنحط الرحالة بدوار وسرية التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من مدينة بوسالم ولاية جندوبة. والميزة الرئيسية لهذه المنطقة أنها محاطة بخزانات مائية ضخمة تزود مناطق في الوطن القبلي بالماء الصالح للشرب. أما متساكنو دوار وسرية فلا يجدون أي عناء للحصول على حاجياتهم من المياه العذبة مثل ما وضح الأهالي بأنفسهم. أنا أولادي أنا في غلبة في الماء في غلبة في الكياسة وقاعدة محفر في جماع النواح مش لحقتنا حد شيء نح ما لحقنا حد شيء من الدنيا دي أنا مزرع في منطقة ظل نح وش رابحين منها تو نح ما دام فيها حتى شيء لأن كنا مزرنا مخصوصين الماء نحن توك في غلبة والله العظيم نجيبه فيه غرام والله هاي نجيبه مراكز جبل من تمك نشربه فيه وكما نلقوش عندنا بقعة من في الوادي اللي نشربوا فيه ها ليه واش عمان نبقى عضايا والله انا راهي غاديك في الويد ولقاها نبقى نتاع هوش وعبيد وكلي كنا مش نتوين سنح ناقصين ومدردون ونشربوا فيه ممسخ وولادنا ديما مرضى منه ما عدناش خلاص اشترها مرضى بالكلاب اشترى ولادنا ديما مرضى بقراجمهم واصلا انت تحب نهزك البيدون قاعه يبدا في التراب ديما ما عندناش نطلبوا منكم تجيبوا لنا الماء في اقرب وقت
تعبين، وخاصه المراه ضايع وقت تمش نحي الزيتون في العوض نحي الزيتون نجيب الميه نقعد ساعتين ثلاثه ونلوج على الميه، مره نطلب مراه مبقعه مره البير مره ويات تعبين. المهم يرحم والدي ومرضى صدري هذا جمله يوجعوا فيا، هذا الكل المعرق هذا العود نتلمس حاشا وليداتي نقول خيا مرض مشوم ولا من كثر ما يوجعوا فيا مخلوقتي هذه عدت نردي خلاص نردي نجيبوا من بير الدوله في المنبت نجيبوا منها في المي تصور وشاقين الحراس لا من عدم خلي ثنيه لا حداد لا حتى شيء نشقوا كك ظل تهز وتطيح نهز وتطيح ليه اش عملنا تحت ربي مش نتوانسه ما نتوانسه كان مش نتوانسه خلينا نمشوا لحد الدول نحن ما نتوانسه ليه والله يا ابو رقاب يا زين مش انه كان ما جاش في التلفزيون بعيد علي لا باش نعنقه ونبوسه ونحكي له على الساير فين اولادي من جهه ربي يرحمونا يرحمكم رب اتولنا امه هاتولنا ما رانا تشوينة 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 خلاص والله تو في وقت الحاضر تو إلى نكسب قطرة في الوقت الحاضر تو إلى نكسب قطرة الرب ليه والبقالة ديال بويا بكلام إبقري والبقالة ديال بويا بكلام إبقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار النوعة البقالة ديال بويا البقالة ديال بويا البقالة ديال بويا البقالة ديال بويا بكلام معنوي بكلام معنوي ويواصل أهالي دوار وصرية وصف بحبوحة العيش التي يعرفونها وعدم وجودهم لأي صعوبة أو مشقة في الحصول على مياه الشرب، ويعود الفضل في ذلك إلى الإحاطة الكاملة والعناية الفائقة التي يجدها هؤلاء المواطنون من قبل السلطة الجهوية ببوسالم، والتي لم تدخر جهدا في تلبية كل احتياجاتهم وفتح أبواب المقرات الرسمية أمامهم وتخصيص موظفين لتقبل تشكياتهم والسهر على تنفيذ كل المشاريع التنموية بالجهة. من قلنا نحن هذا بتاع نحن جينا بين بلط وبوس بين بلط وبوسالم والسمران لنا من لنا من لنا من السمران لنا من بلط مش لحقة نحن المي وتعبين ياسر في المي الواحد ما يمشيش مش لبوادين معناه ما يمشي بهام يجيب عليه يقعد بلاش مي وناقصين برشا حاجات من الكياس من الدنيا الكل ما لحقنا شيء نحن لهنيرة في المنطقة ذي نحن منطقة السمران تعبين السمران نحن بالبيعات وما ناقصين ما برشا حاجات نحن منطقة الظلم ما برشا حاجات ناقصتنا ما نلحقوهاش خلاص الزراوين بتاعنا هيك تعبين كنا تعبين اول تعبين ياسر الزراوين بتاعنا قعدت كان الشياب تو تجيب في الماء والواحد ما سقطت العزازي كيفنا نحن ساعة سقطت المي ما نجمناش ننزل ما عاد واحد القتل يهز البيدون فوق البيمة ما نجمشي باش يوصل أول عمر واحد وكل عام تا وكل شهر تا وكل عام تا وباز فيها المي غدروات نتبعوا فيها غدروات مش حتى مية صافي غدروات نتبعوا فيها والله غرام والله حشكم اللي العلقة في طولك اللي العلقة في طولك هاي شو ساعة واحد نمشي توضى بالمي حشو من قدامك توضى بالمي خارج بتاع الويد يجيبوا فيه من الويد غدروات نتبعوا مع الواد الويد الواد بدا صبري لك مم كل الويل والله انا مستعمل انا كنت واد محملش صراحه كنت في منطقه محملش قاعد هذا على هذا قاعد هذا على هذا جبت الصوره هنا وجتنا كنت الوحده كنت تاعك الثانيه كذيك جتنا ما جتنا لهنا هي ما دخلنا احنا دخلنا لهنا لبداديك وجتنا لهنا وعملوا اجتماعات وعملوا الطريق قدو طلبنا بالمئة طلبنا برشا حاجات نحن ناقصين برشا حاجات من ناقصين لهنا طلبنا به كيما كل بلاصه معنا كيما نتفرجوا فيها احنا في التلفزه خلت لها كل شيء الشمال الغربي بلايس بلايس مش لحقها حتى شيء رو فيه مش كل حاجة 600 بين
جاها المي نحن تابعين ناقصين ناقصين باش الحاجات نحن ناقصين اشكان 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 هاو تو يجيكم هاو تو يجيكم ما جاناش كلامين نسويها مشينا للمعتمد مشينا للمعتمد والله مرة المعتمد والله درك علينا لقربت اللي تمست علينا السمع تنسوي ونحن قاعدين في الجرة نعرف الهوية متاعنا نحن توالشة ولا ما نشتوال ويدرق علينا المعتمد انت يا بلطة الهوية متاعنا نحن نعرفه يدرق ونسوي نبرك في الجر وسوق صبر نصبر وما باش يخرجنا راح تكذبش على البيت تشكي المعتمد ما مش والله لا يخرج معاه ما يتنبش وعلاش ما يخرج لك انا وش اسمه هكا مراد ولا وش اسمه يقول برا أروح ما أنا في بالنا أنا في بالي هاي يقول كاني في بالي وما سمعها مش نمشكينا شال نشكيل ما تمت لما نشكيل ما نتعلم كلمين نسوين وشكيل ولا يضحكوا علينا يا صخروا من المعتمد ما يخرجوا وعلاش يقولك معتمد طيب معتمد عليك السوق معتمد عليك الشوق ما كخرج للناس عطيهم كلمة معتمدوا عليش قاعدوا وعلاش معتمد باش يجاوب المواطن ويتجاوب المواطن ولا لا عنده والله يدرق علينا المعتمد نتاع بلطه ذاك اللي حاطينه في الجر هكا هذاك اللي يدرق علينا اللي قاعد نسوين في الجر ولا بيخرج له ذوق ما وش فين ما مشينا لك الا مضيق ذوقنا المر ذوقناه مشينا لك وانت معتمد وش ولا هنيه جا معتمدين على البقره ومش باش المعتمد وش جاي شوف البقره لهنا ولا كل شيء جاي مرضي لهنا وما جاش في الجامع وصلى في الجامع وبعد في رمضان وتلموا به وفرحوا به احنا ناقصين من 100 مدين كل حتى راس اصلا نرمي في الحاكم اصلا احنا هنا مش متلفتين البقعه او شعبه ولا شيخ ولا معتمد ما مش متلفتين انا خلاص ولا كي ظل واحد في الجيش يجوا ندوا راك في الجيش الشيخ هذاك مش زعيم حاجه اخرى ما شيخ السمران ماهوش متلفت حتى لهنا مش متلفت انا خلاص حتى قدام نقول الشيخ هذاك الشيخ ما شيخ السمران ماهوش شيخ خلاص خلاص ويعرف البلايص بالبلايص يعرفها مش بالمعارف يخدم فيها بالمعارف والرواقه والصحيح والواحد يقول كلمه تقدر نفرش حتى في التلفزه راه ولا حتى التلفزه فيها يكونوا حتى كلمه واحد يقول الحق نحا كلمه تقدر نخلي تكلم والله والله الشيخ حتى فك معطى الريم فيك معطى الريم معطى الاكل البني وكل واحد اللي بالعشاء اللي ما يستحقش وعنده يعطيه ولك المعارف خلاص اولادي خافوا ربي الاخر خافوا ربي والله كيما نحكي حقيقه كيما نحكي كل واقع حقيقه اللي فيها الرشوه اللي ما يستاهلوش وكان جيت واحد مش قايد بلا سامحين واحد مش قايد في قنطار المونات وعنده يستحق باش ياخذ قنطار المونات واحد يسخف ما لقاش باش ياخذ حتى 10 كيلو مونات ما يعطيش ويعطي اللي عنده باش ياخذ هاي والله كيما هكا والله شعير يجيبها الحاكم يفرقع على القلاله يعطيه اللي عنده ومن ما عندهش ما يعطيش هيا يجيبوا التطين والنعمه وكل شيء يجيبوه ويجيبوها كيفاش يعملوا يعملوها خلويات خلويات الشعب والشيخ الكل مع بعض يعملوها خلويات خلويات ويعطوها اللي يعرفوهم يتقوا عشان بيهزوها في الليل يهزوها في النهار يهزوا يقربوا على ارواحهم نمشي نضربوا باب على علمك يا امي يعملوا يعملوا بالروح الكل Until when Will they eat our bread until when your bins will be full and our pockets empty? And our pockets empty. Yeah. Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish? Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish? The صحراء فيها الرجال فيها الرجال مكافحين في وسط الجبال في وسط الجبال جبال 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 أرض الصحراء نساء ورجال نساء ورجال مكافحين في وسط الجبال جبال جبال العليا أرض الصحراء فيها الرجال وكما تلاحظون من خلال هذه الشهادات المعبرة فإن الأهالي كانوا شديدي الحرص على شكر السلطة الجهوية القائمة بواجبها على الوجه الأفضل
فبمجرد أن يتصل بها أحد المواطنين حتى تجند كل الطاقات من أجل تلبية وتوفير كل ما يحتاجه أهالي المنطقة. فركزت الحنفيات العمومية في مداخل القرية وأنفقت آلاف الدينارات من أجل إنجاح المشروع، ولا يهم إن كانت النتيجة أن ماء الحنفيات لم يكن صالحا للشراب لارتفاع نسبة ملوحته، ولا يهم أن يهمل المشروع ولم يعالج الخلل. المهم أن يبقى الأهالي على هذه الحالة من السعادة والفرح الدائم في بلد الفرح الدائم. لا حياة اللي ما انتم السلطة وصلنا لها المرة الأولى، المرة الثانية، المرة العاشرة، الخمستاش حاقرين، فهمت؟ ونحن ناس معناها لمية ذراويلنا تقرأ، يجوا عندنا أولادنا معلمين معناها يجوا مش ما يقوش باش لا يتوظفوا ولا يدوشوا ولا شيء. هاونا منين نجيبوا؟ معناها يجي كيلومتر نجيبوا من الماء وحالتنا تعبة. ونحن المنطقة هذه من عام 53 وهي مناضلة. مجلس التأسيس تصور لأول مرة في سيدي مبارك معناها في النواصرية أول مرة وقت كان مجلس التأسيس. والسلطة عاملة علينا مفهوم. كتبنا سمينا وبعثنا وكتبوا رانا محتاجين للمية البقعة الفلانية النواصرية، راه ما عندهمش المية لا من طلع لينا لا من جان. اش كت العبيد هاش كت ها مدام هاش كان ها توجي ها توجي ها توجي مدام ها لا 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 طلوا علينا ها تنجيبوكم ها تنجيبوكم ما جابوش الان. كان نحن البلاصه دي المنطقه دي برك هتدورها وهتدور ظهرك هذه كلها المنطقه دي كل روح حتى الفوق كلها بلا شيء. هي بتاع مش صرح تو تقص عندك فوق الاربع سنين مخصوص علينا ما ذماش ميخل هاني قاعد تسببيل وياك فوق من غير مين وكاوتشو تحت الارض وكاوتشو تحت الطوطيه تحت الكياسه بايت وتبلع في الكياسه ما عادش كاوتش قطعت التراكس والبوكلا خدمه مخالف زينا وكاو. وفي ختام زيارتنا لهذه القرية المحظوظة تسنى لنا التأكد وقطع الريب نهائيا من مدى تطابق ما يقال وما يكتب في الإعلام الرسمي وواقع الأهالي فيما كان يعرف في عهود سابقة بمناطق الظل. والأكيد أن الكثير من القرى تعيش نفس الرفاه الذي يعيشه أهالي دوار وصرية، وتتصل إليها كاميرا الحوار التونسي لتنقل شكرها للسلطة وتثمينها للإنجازات الضخمة المنجزة. إلى اللقاء. وتسترجع لنعمل من أجل اكتسابها.